ليه ابقى داخل حاجه انا ما بحبهاش؟ وعلى فكره انا اعرف ناس كتير من صحابي دخلوا طب علشان اهاليهم غصبوا عليهم طب، وناس بتخرج بعد 5 6 سنين، وناس على فكره بتكمل دراستها وتخرج تشتغل في المجال اللي درسته وما بتلاقيش نفسها. ما بتلاقيش نفسها. انا اقصد اللي مثلا حد شايف انه كليه القمه اقتصاد وعلوم سياسيه اعلام ألسن، يعني دي اكتر الحاجات اللي احنا بنكون مركز، وطب طبعا وهندسه، فبيدخل الكلية دي علشان مجموع كبير، فبيستخسر ان هو يدخل كلية هما بيشوفوا انها قليلة. بعد كده بيخرجوا فعلا يشتغلوا في المجال، بعد شوية وقت بيقولوا وانا فين؟ انا مش لاقي نفسي، انا مش حابب اللي انا بعمله. فيا اما بيكتئب ويفضل طول حياته شخص مكتئب وكل يوم بيصحى هو مش طايق الشغلانه اللي بيروحها، فعلا بيفشل في شغله بالظبط. يا اما بيصحى في يوم هو مقرر انه لا انا مش هكمل حياتي بالشكل ده، وانا هعمل الحاجه اللي انا بحبها. طب ليه تضيع السنين دي كلها لما في ايديك من الاول ان انت تعمل الحاجه اللي انت بتحبها بغض النظر عن مجموعك وبغض النظر عن الكليه او عن رغبه اهلك عايزينها. احنا كان معانا لسه من كام يوم مثال حي، احمد في فرقه كحيتي، ده صيدلي، دكتور صيدلي ماشي، ومع ذلك هو بيحب المزيكا، هو بيحب الغنى، ما بيحب، هو مش حابب، ممكن هو ده خلاص الكارير اللي هو دخله صيدله وذاكره وعمله، بس هو شايف نفسه في حته تانية، يمكن ساب حته الصيدله دي كمان، يمكن ساب الصيدليه لاخوه شويه، وهو مركز قوي 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 في في الحاجه اللي هو بيحبها. ودي اهم حاجه، ان احنا نبقى بنشتغل الحاجه اللي احنا حابينها يا جماعه، مش مهم اشتغل الحاجه اللي مفروض عليا.